جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. دبرت المبلغ، ما قدرت أمن غير 250 ألف. بابا حاولت أرهم بيتي وكانت الأوراق كلها جاهزة، بس ما لقيت حد أشتري مني، يعني ما قدرت أعمل واجبي. سامحني يا بابا لأني فشلت. لا، خزلتك يا بابا، ما طلع بإيدي سعادة. آسف، ما قدرت حتى أعمل واجبي اتجاهك أنت يا بابا. لا حبيبي. وما قدرت أعمل واجبي اتجاه ماما كمان. لا أجيان، لا حبيبي، ما تفقد الإيمان هيك يا ابني. اسمعنا لك، إذا ضعفت وبكيت بهالشكل راح تخلي أبوك يضيع وينهار من الزعل. المهم إنه أنت حاولت، مو هيك؟ يعني اللي عليك عملته. قوم شد حيلك، وهلا خلينا ناخد الطريق الصح اللي ما فكرنا فيه من البداية. وقت تنسد الطرق تتسكر بوشنا، بيبقى هذا الطريق مفتوح وهين. تعو يلا تعالوا لنقصد هذا الباب يلي ما قلنا غيره.